بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل حظر أو منع لكل المواقع الإباحية على جوجل كروم، بحيث بالفرض لو أنت بنفسك هتيجي تبحث عن أي حاجة عن المحتويات دي مش هتلاقي أي حاجة، وتقدر تعمل الميزة ديت في أي موبايل تاني، سواء بقى موبايل ابنك أو بنتك، بحيث مفيش أي حد يظهر له المحتويات المخلة دي. وكمان حتى لو أي حد من أصحابهم حب يدلهم عن الحاجات الوحشة دي، لما يجي يبحث عنها على الموبايل ما يلاقيش أي حاجة عن الموضوع ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة نتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. أول حاجة نعملها نروح على متصفح جوجل كروم، بعد كده هنبدأ نضغط على الثلاث نقط اللي موجودة فوق على الشمال، بعد كده هنبدأ ننزل تحت شوية هنلاقي هنا اختيار اسمه الإعدادات، هنبدأ نضغط عليه، بعد كده هنبدأ نختار من تحت هنا الخصوصية والأمان، بعد كده هنبدأ ننزل تحت شوية، بعد كده هنلاقي حاجة هنا اسمها استخدام نظام أسماء النطاقات DNS، هنبدأ نضغط عليه بالشكل ده. بعد كده نتأكد ان الاختيار ده مفعل بالشكل ده، بعد كده هنختار من هنا اختيار مقدم خدمة اخر، بعد كده هنبدأ نضغط على كلمة مخصص اللي تحت دي، بعد كده هنبدأ نختار من هنا family filter، الكلمة دي هنبدأ نضغط عليها بالشكل ده. وبكده مبروك عليك، حتى لو انت هتبحث عن المحتويات دي مش هتلاقي اي حاجة لها علاقة بيها خالص، وهتلاقي حاجات تانية خالص، بحيث ان اللي هيبحث عن الحاجة دي يجي له حاجات مختلفة، بحيث ان هو يفهم ان مفيش حاجة اسمها الكلام ده، ونحافظ على ابنائنا وبناتنا من المحتويات المخلة بالاداب. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم على طول، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.